السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين كريستيانو البرتغالي وين يبعث رسالة شديدة اللهجة للمنتخب المغربي. يا ودي نقول لك كلمة، غادي المغرب تفوز إن شاء الله، يعني المغرب هي اللي غادي تفوز. يعني هذه هضرة يعني غير زيادة، هضرة تاع إعلام، هضرة منا قال لك باللي البرتغال وكريستيانو يعني بسبب الفوز تاعهم أمام السويد. يعني ما تجيش تقول لي السويد ما لعبتش مباراة صعبة. الصعبة اللي فاتت كاين دو بارتي برك، كاين زوج بارتيات برك في هذا الدور الثاني، كاين تاع اليابان وكسمها يا ربي اللي خسرت مع اليابان، شكون يا ربي خسروا كاين اليابان و اللي خسرت مع اليابان، المهم اللي خسرت مع اليابان هذي راحت لي، شكون يا ربي على طرف الثاني. المهم كاين اليابان دو بارتي شابين اللي فاتوا في هذه المجموعة، يعني كاين دو بارتي، كاين اليابان وكاين كرواتيا. فاتوا مع كرواتيا خسروا بالي بيناتي، وين نقولوا باللي وكاين بارتيات تاع المغرب مع اسبانيا دو بارتي كسيريلي برك، هذا ما كان، كاين زوج بارتيات كسيريلي، يعني ما كاش بارتيا اغريسيف، كاين دو بارتي برك، كاين اليابان كرواتيا، كاين المغرب تونس، انت قلت لك المغرب تونس، المغرب اسبانيا، هذا ما كان، ما مليا كاع مباريات باردين، مليا كاع مباريات باردين، فاتوا باردين، هذه هي، نبدا انا نقول لكم بلي هذه هي، كاين دو بارتي برك، ما كانش والله وتجيب جورجينيا يا كريستيانو إلاك واوك الرجالة، هذوما شاو على بالك هذو اللعابة تاع المغرب شاو يلعبوا تاكتيك وكلش، شتوما فيها تاكتيك بصح نقول لكم بلي فيها 95% روح قتالية. يعني 5% تاكتيك دو جو، وما مليا خمسة وما مليا والله لا 95% روح قتالية. ناس قلت لك والله ما تفوتها، غادي يدير لكم نتوما. شوف البرتغال عندها ميليو تيرا، والله يكتفولهم ميليو تيرا والله ما يلعبوا كاع، يعموهم وانا عندي ثقة كبيرة في الركراكي والستاف تكنيك، راهم مقراوهم، يعني راه مقراهم صورتو هذاك اللي كان يخدم مع كلوب هذاك تاع الفيديو هذاك صعيب، هذاك يجيب لكم صوالح نقاط يعني دقدكم كاع. انا نقولكم وين حقق المنتخب البرتغالي فوز كبير ضد المنتخب السويسري بنتيجه 6 أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباراه الدور الثمن النهائي من بطوله كاس العالم. يعني وين رساله، قال لك رساله قويه، كان لا رساله قويه لا والو، كاين تيرا كاين تيرا ما كاش، اسبانيا اللي خطرش على ربحت، اسبانيا مشى ربحت، داروا مليون باس، داروا مليون باس، لحقوا مليون باس، مليون هاهم لحقوا مليون باس، داروا مليون 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 تمريره، داروا تير، وين راهم؟ راهو في ديارهم، راهو يقيلوا صحيح. وين بهذه النتيجة فقد وجه زملاء يعني كريستيانو رسالة شديدة اللهجة للمنافس المقبل الذي سيكون المنتخب المغربي. يا ودي نقول لك كلمة ونعاودها، والله وتجيب جورجينيا يا كريستيانو لا مطحت، أنا مكان لا أنت يا لا ريال مدريد لا والو، منتخب عربي منتخب مسلم، ودي والله لك ويناك، والله اللي غادي ندير لكم كاع رانا ندير لكم مارا. وشهدت المباراة التي صارت أمس بسيطرة كبيرة من أشبال المدرب سانتوس، والذي وجه رسالة مباشرة للمدرب الأسود الأطلس وليد الركراكي. والجديد بالذكر أن المنتخب فاز، المنتخب المغربي وين فاز على المنتخب الإسباني بركلات ترجيح بعد نهاية المباراة بدون يعني أهداف 0-0. شاهدنا وين اللي لعب دور كبير في المباراة، في خاصة في ضربات ترجيح، يعني منفذين كما نقولوا حنايا باصيري ناصيري حكيم زياش
صحاب بنونا هذاك بن زياع بصح اشرف حكيمي فانيك وفانيك يعود الفض للمدرب الذي اختار اللاعبين ويعود الفض كثيرا للحارس يعني الحارس وين مشي ضربه حظ ما كانش ضربه حظ بونو ما كانش في ضربه حظ لا بونو هو اللي راح مع كاع التيرات كاع راح معاهم يعني كاع راح معاهم راح معاهم نورمال عادي راح معاهم عادي راح معاهم شي زعقه ولا على هذا راه يجي يقول لك باللي البرتغال رساله خليه يدير رساله لا ما يدير حنا غادي ناكلوه حنا غادي ناكلوكم والله ناكليناكم انا نقول لك راكم تلعبوا بالنار غاتش على ما راهم جايينكم لاعبين يعني باي يلعبوا صايق مشاو جايين لاعبين باي يبردوا هادو ماشي لاعبين بيبردوا ما غاديش تلاقى منتخب اوروبي زعما منا لا غادي تلاقى الصح غادي تعشرك لاقي ولا راك لاقي مدافع راك لاقي مدافع راك لاقي اسبوع عاصم غادي ما غادي نغبنوكم شويه والله يسمح لنا كريستيانو جيت في طريقنا والله غال جيت في طريقنا والله غال هادي يعني وين نقولوا باللي نتوما دروك نتايا ربحت صح ربحت نقولوا باللي ربحتوا بسته بصح سته معامن قول لي سته معامن نقول لك هاي باغيتهم المغرب راهي باغيتهم هاي باغيتهم الحمد لله يا ربي خمسه وخموس على هاد اللعابه ما خسروش كاع هذه هي وين ان شاء الله بربي وين شاهدنا وين كيسموه تاعنا الباصيري يعني يوسف وين قال لك قبل لا نبداو نقراو صورات ايات قرانيه شاكم باغيين هدا هاو شاكم باغيين اي يقول لك ما تسيبورتيش صح تسيبورتي فرنسا خاين تسيبورتي الالمان مثالي تسيبورتي تعرف تسيبورتي المغرب لا تسيبورتي من تقول لهم باللي كريستيانو يقول لك كريستيانو مسلم تقول له ميسي يقول لك اخلاق تقول له نيمار يقول لك التزام وتهدر له على العرب لا ماشي لا منا تربع غادي كل واحد ورايه وكل واحد وعند كل واحد ورايه انا كي نهدر على روحي انا كيف رحت فرحت انا كي نهدر انا على روحي هذه هي اللي راه معنا واللي يشوف باللي يعني ماشي عاجباتو الله غالب معنا ما نديرو انا راني فرحان بهذا المنتخب واحد شتو كومونتي قال لي فرحان من قلبك راني فرحان ماشي يعني مكاش بعد الفرحه راني فرحانه فرحان من قلبي لخاوتنا واه انا راني فرحان ومن بعد شكي كان والو عندكم والو ما عندكمش بروبليم كي عندهم بروبليم كاش مشكل انا راني فرحان المنتخب المغربي وماذا بيا يربد كاس العالم كاع ايوا ماذا بينا يربد كاس العالم كاع ان شاء الله يا ربي يربدها علاش لا وين راهي صعيبه ماشي صعيبه كاع قضيه على فولونتير وقضيه تاع رجال شاك حاسب انت قادر يربدوا كاس العالم كاع موماك دوله عربيه نظمت هاي خاسره دراهمها تربدها دوله عربيه شاك حاسب مالك رجال اكدت في الميدان ماشي اكدت في البلاطوات ولا امام الصحافه ناس اسود في الميدان ماشي اسود امام الصحافه يعني غادي تكون كاينه معركه في الوسط يعني بالنسبه يعني نقولوا باللي بنسبه كبيره وين نقولوا باللي المنتخب المغربي ربما يكون قراءه تاعه اللي غادي يقراها يعني على هي الوسط الميدان وين بنسبه كبيره قطع الكرات على اللاعبين وسط البرتغال ستعني قطع الماء والكهرباء عن المهاجمين وابعاد الخطوره يعني لاستقبال الاهداف خطورة البرتغال تكمن بلاعبيها بيرناو وبرناردو سيلفا في خط الوسط حيث تبدأ الهجمات كلها من الوسط من القادم يعني تبدأ من عندهم وأن سيكون الدور على الثلاثي الوسط سفيان المرابط وعز الدين أناحي وسليم أملاح في مواجهة
فرديه امام لاعبين وسط البرتغال وقطع الكرات التي ستصلهم احيانا قبل وصولها اليهم. لا لازم هنا تقطع، لازم تجيب له الرقاد قدام لتوصله البوله. هذه هي. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا الفيديو، واللي مشي ابوني معنا بانيك يتابوني معنا، وربي يحفظكم ودائما معكم بجديد. صحيتو خاوتي.